ما جيت النادي الاهلي التوقيت اللي انت جيت فيه والوقت، فرقه طبعا بتحدث، فرقه بتجيب لعيبه وانت لعيب مميز جدا، لكن اتفاجئنا بمحمد شريف، متشاف الاهلي شافك بشكل كويس، حاطط امال عليك كبيره، المفاوضات تمت ازاي؟ والله انا كنت يعني بنسبه كبيره رايح نادي الزمالك، ما اعرفش انت عارف المعلومه كنت دي ولا لا. ترشيح كابتن ميدو بقى اللي ما كانش بيلعبك في الاول، على فكره اول واحد رشحك للزمالك كابتن ميدو. فكان بنسبه كبيره راح نادي الزمالك وخلاص، احنا بس كل ما التقارير والامور انت رايح الزمالك خلاص، القصه كان، منتهيه. وانا بقول لك كان بنسبه كبيره خلاص الموضوع بتاع الزمالك خلاص كان بشكل رسمي، بس هو الاداره عندنا اختلفت في بعض الامور الماليه مع نادي الزمالك، فما حصلش نصيب وربنا كتب لي النصيب في نادي الاهلي، يعني الحمد لله على نعمه الاهلي. لعيب كبير ولعيب طبعا انديه كبيره، لما الاثنين انديه كبيره اهلي وزمالك بيعرضوا عليك اكيد حاجه كبيره جدا واكيد تستحق، والحمد لله على نعمه الاهلي، شايف وجودك في الاهلي دي نعمه. طبعا اكبر نادي في مصر وفي افريقيا، فشرف لاي واحد اللي هو يبقى موجود في المكان يعني، فالحمد لله بشكر ربنا يعني على اللي حصل في الفتره الاخيره دي اللي هي بمفاوضات هنا وهنا اللي انا جيت هنا يعني. يعني اللي هم المفاوضات ما كانوش مع بعض بالظبط، لا المفاوضات انتهت ودخل النادي الاهلي. المفاوضات الاول كانت مع الزمالك، كويس. فالامور اختلفت يعني، كان الزمالك ايه يعني كان الموضوع هدي شويه فما كانش فيه كلام. انا عارف ده ومتابع كويس، لكن الكفتين لو في بعض، الكفتين لو موجودين هنا وهنا، ساعات تقول لك ايه، نحسم رغبه اللاعب في التوقيت ده، ولو وبكل صراحه مثلا لو انت في نادي بعيد عن الزمالك وعارض عليك في الدوري المصري مقابل كويس، والنادي الاهلي عارض عليك مقابل معقول، وعندك اهلي وعندك حد تاني. طب ما هو ده فعلا اللي حصل، اللي انا كنت في الزمالك المقابل المادي بتاعي كان اعلى من اللي انا باخده في الاهلي، بس انا اخترت النادي الاهلي، وعلى فكره وكلموني في اخر يوم اللي انا كنت جاي في النادي، اخر يوم وانت جاي على النادي. كلموا وكيلي. ارجع يا شريف. كلموا كابتن تامر، فقلت له لا خلاص، قال لي هنا فلوس اكتر، وقلت له لا النادي الاهلي. وكيلك كابتن تامر النحاس هو اللي كان موديني الاهلي. قال لك روح الزمالك الفلوس اكتر الدنيا، برضه حق هو الراجل بيعرض عليك العرض. ما قاليش روح الزمالك، هو قال لي هنا اكتر من هو هنا، من انت حقه. تختار ايه؟ بالظبط، يعني هو الراجل بيقول لك انا الكفه دي كذا، وانت رايك ايه؟ حسمتها انت. انا كنت ماضي في النادي الزمالك اصلا.